باتريس نوفو المدير الفني لمنتخب الجابون وطبعا المدير الفني للنادي الاسماعيلي السابق عبر سكايب وسموحة السابق. مساء الخير يا فندم. يعني في البداية ممكن تطمني عليك وطمني على الوضع عندك. Quelle est la situation aujourd'hui? Pour l'instant, comment dirais-je, le championnat est. في الوقت الحالي كل المباريات وكل الدوريات متوقفة هنا في البلد. ومن ناحيتي أنا مقيم في ليبرفيل، مش قادر أرجع أنا فرنسا الفترة دي، فقررت أن أنا أستمر في الجابون. دائما احافظ على التواصل مع اللاعبين خلال هذه الفترة التوقف. عندي حاليا 15 لاعب ما بين حراس وما بين لاعبين في دول تانية برا الجابون، فبتواصل معهم في فرنسا في تركيا، فانا على تواصل على طول معهم خلال الفترة دي لغاية لما نعرف قرار الفيفا والكاف بخصوص استئناف المباريات. عايز رأيك في تجربتك مع منتخب الجابون. الوقت الحالي الموضوع معقد. في الجابون الفترة دي كل الحدود مغلقة. حظر التجول بدأ من الساعة 8 مساء، ممنوع الخروج. الوضع معقد جدا حاليا مع الاتحاد الجابوني، ان احنا نبدا نتناقش على شان اللعيبه وحالتهم. في الوقت الحالي احنا في مكاننا. طيب رايك في مجموعه الجابون في التاهل لكاس العالم ووجودك مع المنتخب المصري؟ Oui, ben c'est vrai que on est tombé dans un groupe. القرعة حطنا مع مجموعة مصر. Fait office de favori. Bon, moi je sais que les autres équipes. المنتخبات الأخرى اللي معانا في المجموعة. ليبيا وأنغولا. هم ايضا قادرين على لعب مباريات قويه ومنافسه قويه. بالنسبه لنا الوضع في الجابون ومنتخب الجابون، احنا عارفين كويس جدا ان المنتخب المصري منتخب قوي، لاعبين من الطراز الاول على راسهم محمد صلاح. منتخب الجابون اليوم لدينا بعض اللاعبين مثل أوباميانغ، لاعبين من الطراز الأول أيضا محترفين في تركيا وفي إنجلترا. من المهم إحراز نتائج جيدة وإحراز مباريات جيدة لنا وإحراز نقاط للتأهل لكأس العالم. لدينا فرصنا في الوصول لكأس العالم، فترات من التدريبات كثيرة، نأمل عدم الخروج من هذه المجموعة. يعني هاخدك بقى على الدوري المصري وذكرياتك مع النادي الإسماعيلي ونادي سموحة، والفترة الأفضل ليك كانت مع مين؟ Comment tu peux nous expliquer? Qui est? Qui était?
Ben, pour moi, c'était. Merci de me poser la question. C'était à Ismaili. À Ismaili, بالنسبة لي هي فترة الإسماعيلي. on avait, ben, j'irais fait une belle partie d'un beau parcours. كان Malheureusement, نتائجنا comme vous جيدة l'avez وكنا vu, ماشيين على خطى كويسة. avec l'accord de mon président Yaya Koumi, j'étais rentré en France. لكن بعد Après, بعض j'avais الأحداث raison اللي de حصلت كان quitter لازم mon إن أنا boulot. أرجع لفرنسا. J'avais été remplacé. Bon, comme vous le savez, je ne vais pas trop refaire l'histoire. J'étais لكن أنتوا revenu عارفين pour إن reprendre l'équipe الإسماعيلي et وسموحة جزء à من ce moment-là, تاريخي. il m'avait fait un document pour me faire part qu'il m'avait remplacé pendant l'arrêt médical. Bon, j'avais gagné كانت mon علاقات préféré à طيبة l'histoire, جدا donc مع ça نادي encore. الإسماعيلي C'était ونادي bon. سموحة، Ismaili, كانت فترة كويسة. فترة c'était الإسماعيلي une belle بالتحديد période pour moi. كانت فترة جيدة J'ai جدا بالنسبة لي. remporté le championnat égyptien استطعنا avec أن un ننافس très très على bon championnat. بطولة الدوري، بطولة الكأس. Après, je suis arrivé à Smoua où بعد ذلك malheureusement je ne suis انضممت pas إلى arrivé à la نادي bonne سموحة، période. ولكن رحلت في وقت Bon, مناسب. j'avais un bon président, good président, Mister Faragelo. Mais l'équipe était السيد فرج عامر vraiment, كانت c'était علاقتنا طيبة moyenne quand به، j'ai pris. لكن Je le savais كانت au départ, الطريقة je me moquais كان des يجب commandes أن d'effectifs. أودعه وأن أذهب Bon, après, إلى فرنسا بدلا من comment الاستمرار مع نادي dire, سموحة. les résultats, on avait du mal à aller chercher les victoires, on avait fait beaucoup de matchs nuls. حاولنا الحصول على Et نتائج puis à un جيدة moment, on a eu ولعب un petit بمباريات جيدة désaccord مع نادي سموحة، au niveau de l'intersaison par rapport au recrutement qu'on ولكن souhaitait ظروف faire التدريب وظروف المباريات et on s'est quitté, quoi. Mais bon, ورحلت عن c'est نادي سموحة. un peu avec des regrets, mais ça fait partie aussi بعض الإنجازات، ولكن هذا du جزء football. من Mais تاريخي في مصر وفي التدريب. je suis par contre toujours de très près le championnat égyptien, quoi. رأيك في أداء المنتخب المصري، وخصوصا في وجود واحد زي محمد صلاح، واحد من التوب 5 في العالم، رأيك إيه؟ Mohamed Salah, c'est le catalyseur de l'équipe. محمد صلاح هو c'est quand لاعب même هام le جدا gros في plus المنتخب d'une المصري. équipe إضافة nationale جيدة égyptienne. وإضافة ممتازة للمنتخب المصري في كل المباريات. Par rapport au dernier match, lorsqu'il n'est pas là, l'équipe est خلال beaucoup plus المباراة en difficulté, خلال c'est المباراة logique. الأخيرة عندما لم يتواجد Comme tous محمد les équipes, صلاح، ce كان genre المنتخب المصري واجه de صعوبات très très haut كثيرة، niveau. مثل ما يحدث مع المنتخب التونسي Maintenant, عند غياب بعض النجوم. contre à côté de lui, je dirais qu'il a quand même aussi des bons joueurs, mais bon, هو لاعب جيد ولاعبين المنتخب جميعا جيدين، ولكن دائما كما أقول، كما أحتاج أوباميانج في المنتخب الجابوني، أيضا المنتخب المصري هو في احتياج لمحمد صلاح بالتواجد دائما في صفوفه. هل تم ما يخص منتخب الجابون، هل تم حل مشكلة المحترفين ومنهم مهاجم أرسنال؟ Le problème avec le striker. Pierre-Emerick Aubameyang, tout va bien. Pierre-Emerick, الوقت c'est mon الحالي capitaine. جميع Pierre-Emerick, c'est mon العلاقات جيدة مع capitaine. On أوباميانج، a هو fait les قائد trois الفريق. matchs, il était présent. On a في gagné trois المباراة matchs الأولى nuls, un match nul, on a كان gagné متواجد trois matchs. واستطعنا الفوز بالمباراة. Contre le Maroc. كانت المباراة أمام منتخب المغرب، On a gagné contre le Burkina et استطعنا Burkina Faso. الفوز وهو كان مشارك معنا، وأيضا مع بوركينا فاسو. On est allé, on a gagné chez nous contre l'Angola et on allait faire match nul شارك en مع République démocratique du Congo. شارك مع Et المنتخب Pierre-Emerick في Aubameyang الجابون était مع là كونغو et ديمقراطية، وكان en tant تعادل سلبي. que capitaine هو قائد للمنتخب وقائد الفريق، est irréprochable dans son comportement. دائما علاقة جيدة وعلى تواصل معه. هل تتوقع عودة الحياة قريبا، أو عودة الحياة إلى كرة القدم قريبا؟ À mon avis,
من وجهة نظري فرنسا اتخذت بعض الإجراءات ولكن توقفت عن تنفيذ هذه الإجراءات. لدينا أيضا إنجلترا وأسبانيا وألمانيا. Donc le championnat français, les autres championnats vont se terminer, mais le championnat français va. جميع بعض الدوريات تعود، لكن حتى الآن الدوري في فرنسا متوقف، وهذا ليس بشيء جيد. لا نستطيع أن نعرف ماذا سيحدث خلال الفترة القادمة، لا نعرف كيف ستعود الحياة مرة أخرى. بعض الأندية من المستوى. من المستوى المتوسط أو بعض الدرجات الثانية والثالثة قد تواجهها بعض المشاكل المادية وبعض الصعوبات المادية في عودة النشاط مرة أخرى. لكن أظن وباء كورونا 19 هو حاليا انتشر بشكل كثير في أوروبا، ولكن في أفريقيا لم ينتشر بالقدر الذي انتشر به في أوروبا، ولكن نتوقع أن تعود الحياة مرة أخرى للكرة بشكل عام في أفريقيا. دائما ما نجد أن عندما يتوقف النشاط بسبب بعض المشاكل يعود مرة أخرى. بشكرك شكرا جزيلا، وإن شاء الله بإذن الله تعود الحياة إلى كرة القدم، وفي لقائنا القادم إن شاء الله بإذن الله تكون استعدادات منتخب الجابون باتريس نوفو.